هل للسحر حقيقة وهل السحر يقلب ايمان الرجل؟ يقلل لا يقلب تقليب يقلب ايمان الرجل يقلب ايمان الرجل. السحر كفر، السحر كفر والعياذ بالله، تعلمه وتعليمه كفر بالله عز وجل وردة عن دين الإسلام، ومن وقع فيه يجب عليه التوبة. والسحر له حقيقة، السحر على نوعين، سحر حقيقي يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه، وسحر تخيلي وقمرة على العيون، فهو نوعان حقيقي وتخيلي، وكله كفر، لأن الله قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تكفر بتعلم السحر، اترك تعلم السحر لأن تعلمه كفر. وقال ولقد علموا لمن اشتراه، أي السحر استبدله، اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب في الجنة، دل على أنه كافر. وقال ولو أنهم آمنوا واتقوا، أي السحرة، لو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، دل على أن من سحر فليس بمؤمن ولا بمتق لله عز وجل.